اهلا بحضراتكم من جديد. بيبقى شيء رائع جدا لما تلاقي لاعب من نادي شعبي عنده كل هذا التقدير للنادي الاهلي الكبير وعارف قيمه الاهلي، مش بس علشان ابنه بيلعب في النادي الاهلي وابنه واحد من الناشئين الواعدين في النادي الاهلي على حسب ما هو بيتوقع له ان شاء الله تعالى. بتكلم على الكابتن بشير التبعي، بس بشير التبعي مش بس بيتكلم على ابنه واهلاويته قوي، لا بيتكلم على جمهور النادي الاهلي وتاثيره. نشوف. انا عايز اقول لك حاجه، ما حدش يسمع مني يعني. النادي الاهلي في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت واللي جايه وكل حاجه اللي هي من غير جمهور دي خسران 30% من قوته. جمهور النادي الاهلي ده 35-40% من قوه النادي الاهلي. طب وليه انت كده بتنكر دور جمهور الزمالك؟ لا مش بنكر، لان جمهور نادي الاهلي يعني في ماتشات، يعني ليه الاهلاويه ما يقولوش ان نادي الزمالك قوته مثلا 50% من جمهور؟ لان جمهور نادي الاهلي في ماتشات النادي الاهلي والزمالك اقوى او اكتر من جمهور نادي الزمالك على طول كده. ايه الصراحه؟ وقد اي حد هيقول غير كده احط صابه في عينه. انا ما انا حاضر القصه دي كلها. زائد ان النادي الاهلي ممكن يبقى خسران واحد وخسران اثنين منك وجمهور النادي الاهلي بيشجعه. في الملعب ولا بره الملعب؟ في الملعب ولا بره؟ لا انا بتكلم في الملعب في المدرجات. في المدرجات. لا بقول لك ممكن يبقى النادي الاهلي خسران واحد واثنين والجمهور معاه وراه. انت اصلا يعني انت لو اتنقل عليك، انا كان بيتنقل علينا مثلا خمس ست نقلات من اي فرقه كان الجمهور بيبهدلنا، ما بيبصوش علينا. كجيل واحنا كنا موجودين، يعني كدوافع جماهير في الملعب جماهير الاهلي بتحمس فرقتها اكتر من جماهير الزمالك. تمام. يعني طب غياب الجماهير ممكن الزمالك يستفاد منه اكتر؟ طبعا طبعا طبعا. يعني انت شايف المباراه بدون جماهير في النهائي لو الطرفين الاهلي والزمالك بدون جماهير هيبقى في صالح نادي الزمالك؟ انا بعتبر، انا على المستوى الشخصي بعتبرها كده، ودي وجهه نظري انا. طيب ده راي الكابتن بشير التبعي في حجم تاثير جمهور النادي الاهلي ووفاء واخلاص جمهور النادي الاهلي وقيام جمهور الاهلي في كل المباريات بمسؤولياته. قال لك ما بيسكتش ابدا، ما بيزومش على فرقته، بيفضل دايما في ظهرها. على هو جمهور مين اكتر يعني؟ لا يعني ما هي مين اكتر دي المسائل مش محتاجه نقاش، لكنه محسومه يعني. حضور جمهور الاهلي في المدرجات بيبقى له هذا التاثير، عشان الناس اللي بتتكلم خلو المدرجات اكتر حد مستفيد منها الناس اللي ما عندهاش جماهير، واكتر حد مضار النادي الاهلي بالتاكيد. الاهلي بيلعب كده وما معهوش جمهوره، ايش حالك بقى لو كان معاه الجمهور؟ مروان محسن لاعب النادي الاهلي ومهاجم منتخب مصر بيلقى كتير من الانتقادات، لكن في كل مره بيرد في الملعب، وفي كل مره بيبقى راي المدافع السابق ابراهيم سعيد مع مروان محسن عامل ازاي. النادي الاهلي برضو في الفتره الاخيره عجبني جدا اداؤه، وخصوصا كمان النهارده انا لاحظت ان النادي الاهلي فيه اداء عالي جدا، وابتدت اللعيبه تكتسب خبرات وابتدت تكتسب ثقه المدرب، وده اللي عجبني فاروق. يعني انا النهارده اول مره اشوف النادي الاهلي لعيبه النادي الاهدى اهدى في الملعب بيلعبوا كوره. موسيماني عامل شغل هايل، يعني النهارده انا شفته حتى في توجيهاته فاروق. انا يمكن في الفتره الاخيره عمري ما شفت مدرب بيتكلم ان انت تلعب كوره. يعني لو الناس لاحظت النهارده في اللقطات بعد اللقطات المعينه المدرب لغته موسيماني لغته مع اللعيبه جوه الملعب حلوه جدا، واللعيبه كان عندها ثقه النهارده بتلعب كوره كويسه قوي. طبعا الهدف بتاع مروان النهارده عمل مباراه كويسه، رغم ان انا اول واحد يعني كنت بتكلم عليه في الفتره الاخيره، بس النهارده انا بشيد بيه لانه عمل مباراه كويسه جدا في التحركات، حتى الهدف النهارده اللي حرزه كان مركز فيه وعمل مباراه كبيره. حسين الشحات عجبني جدا النهارده بالهدف اللي هو احرزه، لان ده هو حسين الشحات حقيقي. يعني بتمنى ان الاستمراريه تستمر بالشكل دوت، لان في الاول والاخر انت بتلعب مع نادي كبير ومع النادي الاهلي، فده المستوى الطبيعي للعيبه. فنتيجه المباراه النهارده اكيد هتدي دافع للنادي الاهلي، انه خلاص خصوصا كمان ان هو وصل للنهائي. واخر نقطه هتكلم فيها ان فعلا النادي الاهلي في الفتره الاخيره بقى ليه شكل. دي حاجه مخلياني مبسوط. اللي انا شفته في الفتره الاخيره مع موسيماني عامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي ومع اللعيبه، وانا من الناس اللي انا بحترمها في الفتره الاخيره كتدريب وشغل في اداء جوه الملعب. طيب ده اداء الاهلي ودي شخصيه الاهلي اللي رجعت اللي لا ينكرها حد، وشفنا كتير من كل الساده المحللين وكل نجوم الكره السابقين حجم تقديرهم، حجم كمان اشادتهم بعوده شخصيه الاهلي ونجاحات موسيماني مع الفريق.